زخم كبير يحظى به مؤتمر الأمم المتحدة بشأن التغير المناخي COP26 في مدينة غلاسكو البريطانية، وقد وصف حتى قبل انطلاقه بأنه مؤتمر الفرصة الأخيرة. كلمات القادة تحمل دلالات كبيرة وسط الإقرار بأننا ندمر كوكبنا. العرض المفصل للمشكلة في غلاسكو يأتي مقرونا بالتحذير من مغبة توريث عالم غير قابل للحياة للأجيال الآتية. فهل هي القمة 26 ستتحرك الدول الكبرى لتقليل انبعاثاتها من غازات الدفيئة؟ وما المتوقع فعليا في ظل الخلافات العمودية القائمة بين الدول الكبرى؟ معنا بداية من غلاسكو مراسلنا أشرف سعد. أشرف، مساء الخير. كلمات تحذيرية قوية وقاسية وصورة قاتمة رسمها الكثير من قادة العالم هذا اليوم في كلماتهم. هل نتوقع هذه السنة أي قرارات ترقى إلى مستوى هذه التحذيرات، أم أن الأمور ستبقى تراوح مكانها على غرار ما حصل في السنوات الماضية؟ الصورة لا تبدو مبشرة مهند في الحقيقة. أولا، رئيس الوزراء الهندي تحدث قبل قليل وقال إن بلاده ترمي إلى خفض الانبعاثات الحرارية إلى الصفر بحلول عام 2070، بعد 20 عاما من التاريخ الذي ترمي إليه هذه القمة. وكان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الذي تغيب رئيس بلاده فلاديمير بوتين عن القمة قد قال إن بلاده ستسعى لخفض الانبعاثات إلى الصفر بحلول عام 2060. إذن روسيا ترمي إلى 10 سنوات والهند إلى 20 عاما، أما الصين فربما لا نعرف متى ترمي إلى خفض الانبعاثات إلى الصفر، لأن الصين لم تشارك في هذه القمة بشكل كامل. كما أن العديد من الدول لا تبدو متحمسة للغاية للخفض السريع للانبعاثات الحرارية إلى الصفر بحلول عام 2050. كما أن حتى الكلمة التي تحدث بها الرئيس الأمريكي جو بايدن بدت شديدة العمومية، تحدث عن استثمارات تفوق أي دولة أخرى في العالم في مجال الطاقة النظيفة، تحدث عن دعم كبير للدول النامية في مواجهة التغير المناخي، وتحدث عن أن تكون الولايات المتحدة مثالا يحتذى في هذا المجال، ولكن لم يحدد معايير واضحة وإجراءات على الأرض ستتخذها بلاده لتحقيق هذه الأهداف. أما بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني الذي ربما رسم الصورة الأكثر قتامة في هذه القمة، فوجه بانتقادات حادة للغاية، لأنه غدا بعدما ينتهي من أعماله في هذه القمة سيعود من غلاسكو إلى لندن مستقلا طائرته الخاصة أو الطائرة الخاصة برئيس الوزراء، مما يزيد بالطبع الانبعاث الحراري، زاعما بحسب المتحدث باسمه أن رئيس الوزراء يجب أن يتحرك بسرعة للوفاء بالتزاماته، أي أن الساعات 4:30 بين لندن وغلاسكو ستؤرق أو ستثقل جدوله المحمل بالمشاغل، كما قال المتحدث باسم بوريس جونسون. يعني بوريس جونسون يتحدث عن توفير البدائل النظيفة وتخفيض الانبعاثات الحرارية ويستقل الطائرة من غلاسكو إلى لندن، ولكنه بالطبع تحدث عن تحول كبير في بلاده من استخدام السيارات التي تعمل بالوقود العادي إلى السيارات الكهربائية قبل عام 2035. ولكن أشرف، يبدو أن بوريس جونسون ليس الوحيد الذي استقل طائرة خاصة. بحسب الأخبار أكثر من 200 طائرة خاصة أقلت الشخصيات المشاركة في قمة المناخ في غلاسكو هذا العام. دعني أسألك في الوقت المتبقي أشرف عن ما يجري على هامش هذه القمة من تحركات سواء احتجاجية أو أنشطة يقوم بها منظمات المجتمع المدني التي عادة ما تناهض مثل هذه التجمعات. أنشطة مكثفة للغاية مهند تنظمها هذه الجمعيات غير المنظمات غير الحكومية والجمعيات المدافعة عن البيئة. منظمة السلام الأخضر جرين بيس نجحت أخيرا في الحصول على تصريح من الحكومة البريطانية بأن تسير سفينة أو مركب أو قارب في النهر الموازي أو الذي يمر أمام مقر انعقاد القمة لربما للتعبير عن موقفها من القادة وموقفها من التعهدات التي تحملها القمة. يخطط النشطاء والمدافعون عن البيئة بتنظيم تظاهرة حاشدة يأملون أن يأتي إليها أكثر من 100,000 شخص يوم 6 نوفمبر
الجاري في محاولة لحشد الأنظار إليهم وإلى مقترحاتهم. هم يشككون في نوايا القادة ويقولون أن معظم ما يتعهد به القادة لا يتم تنفيذه. وهذا بالمناسبة أقر به بوريس جونسون نفسه عندما قال أن ما اتفقنا عليه في كوبنهاجن لم يتحقق وما اتفقنا عليه في باريس لم يتحقق منه إلا القدر الضئيل. شكرا لك أشرف. أشرف سعد مراسل سكاي نيوز عربية مباشرة من غلاسكو. الآن معنا من واشنطن مديرة مبادرة أمن الطاقة والمناخ في معهد بروكينغز سامانتا جروس. سيدة جروس، مرحبا بك معنا في غرفة الأخبار. نتحدث عن هذه الكلمات التي استمعنا إليها وتابعناها اليوم من قادة العالم، تحذيرات كثيرة، ولكن هل ما نتوقع من تعهدات والتزامات تصل إلى مستوى هذه التحذيرات، أم أن الأمور ستعود إلى ما كانت عليه قبل انعقاد قمة غلاسكو؟ التعهدات التي تأتي من دول متعددة هي مساعدة بطبيعة الحال ومفيدة، وخصوصا إذا عدنا إلى ما قبل 6 سنوات في اتفاق باريس، لكنها لن تكون كافية لتحقيق تخفيض الانبعاثات الكربونية والاحترار المناخي بنسبة 1.5 درجة سلسيوس، وخصوصا أن الصين لم توقع على هذا التعهد بتحقيق ذلك في 2050. عندما نسمع من الهند اليوم بأنها يعني تضع عام 2070 كهدف للوصول إلى الحياد الكربوني، روسيا تتحدث عن 2060، لم نسمع من الصين كما أشرت بعد بشأن سنة أو هدف واضح. هل هذا يعني أن الهدف الذي وضعته الأمم المتحدة لسنة 2050 أصبح الآن بعيد المنال؟ ليس بالضرورة. هدف الأمم المتحدة هو أن يكون هناك تسقيف للاحترار المناخي في 1.50، وبالنسبة ل 2050 ستكون هناك جهود لتقليص الانبعاثات الكربونية. أنا أشعر بالأسى حول الهند لأنها دولة فقيرة وهناك عدد كبير من السكان الذين يريدون الطاقة، وهناك من ليس لديهم الكهرباء، وهناك الكثير من المشكلات. لذلك في الواقع هم يجب أن يوفروا الطاقة والكهرباء للسكان الهنود وفي الوقت نفسه تلبية عدد من الحاجات. إذن وضع الهند صعب. علينا أيضا أن ننظر إلى الدول النامية ونساعدهم وأن نفي في الوقت نفسه بتعهداتنا، وذلك حتى يتسنى لنا أن نتحول إلى طاقة أنظف بالمقارنة مع السابق. هذه مسألة مهمة، مسألة التمويل سيدة جروس، لأنه الكثير من هذه الدول النامية والدول الأقل حظا تقول نحن نريد الالتزام ونساهم في مسألة الحد من التغير المناخي، ولكن التمويل مشكلة أساسية. هل ما هو موجود من تعهدات اليوم تكفي لمساعدة هذه الدول في المضي قدما في خططها في هذا المجال؟ كلا، وأعتقد أن زيادة التمويلات للدول النامية لتخفيف آثار الاحترار المناخي وأن تتمكن من التكيف هذا يحتم علينا أن نقول إن هذه الأموال ليست كافية. لن يكون هناك أموال ستقدمها دول لتلبي حاجات الدول النامية. آمل أن تستخدم هذه الأموال من أجل تطوير مشاريع تخدم هذه الدول النامية. في الواقع هناك بعض المشاريع المفيدة والمربحة، وهناك بعض المخاطر في السياسات التي تتخذ وتتبنى. الأمر هو أن الدول الحكومات في هذه الدول يمكنها أن تجعل الأداء أفضل، وأمل أن يحدث ذلك في قمة غلاسكو. طيب، اليوم أيضا سمعنا من السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة عن مسألة ضرورة وجود معايير ويعني مسائل تمكن الدول من قياس مدى التزامها ومدى استجابتها لهذه التعهدات. إلى أي مدى هذه الأمور واضحة بالنسبة لكل الدول؟
ما هي هذه المعايير وما الذي يجب أن تفعله حتى تصل إلى الأهداف المنشودة؟ هل هذه الأمور واضحة برأيك؟ هو سؤال صعب لأن الدول التي تتشارك مشاريعها ومبادراتها هذه المشاريع والمبادرات والإجراءات ليست ملزمة لأنه بطبيعة الحال هي مجرد اقتراحات وإجراءات تحت مظلة الأمم المتحدة. نتمنى أن تحدث هناك ضغوط ما بين الدول من أجل أن تفي هذه الدول بتعهداتها. الأمم المتحدة ليس لها سلطة كبيرة على جعل هذه الدول تفي بالتزاماتها، لذلك يجب الرهان على الدول كل واحدة على حدة من أجل الوفاء بتعهداتها وبعد ذلك تطبيق سياسات لتحقيق الأهداف. دعينا نتحدث سمانتا عن منطقتنا العربية هنا تحديدا. عدد من دول المنطقة كما تعلمين اقتصاداتها تقوم بشكل أساسي على إنتاج الطاقة الإحفورية، وعدد منها وضع أيضا أهداف للوصول للحياد الكربوني بحلول عام 2050، من بينها دولة الإمارات ودول أخرى أيضا بدأت ببرامج مشابهة. إلى أي مدى هذه الدول لديها تحديات خاصة تختلف عن بقية دول العالم برأيك؟ ما من شك بأن منتجي النفط في الشرق الأوسط والخليج سيواجهون تحديات لأن الطاقة إلى الآن تعتمد على الوقود الأحفوري. بعض الدول لها قابلية للتكيف أكثر من دول أخرى ولها قدرة على تنويع اقتصاداتها، لكن هذا لا ينطبق على جميع الدول لأن هناك اعتمادا كبيرا على الوقود الأحفوري، ولذلك سيكون هناك تحدي كبيرة في هذه الدول في اقتصاداتها، لأن هناك اضطرار الآن لتنويع الاقتصاد وتأسيس وإنشاء أعمال أخرى. وبطبيعة الحال عندما نتحدث عن 2050 فإن السعودية قالت إنها ستحقق هذا الهدف في 2060، مسألة الحياد الكربوني، وأنا سعيدة بأن أرى هذه التعهدات. شكرا جزيلا لك سامانتا غروس، مديرة مبادرة أمن الطاقة والمناخ في معهد بروكينغز، كانت معنا من واشنطن. شكرا جزيلا.